صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيسي، يتبعه إن شاء الله الجمعة الجميلة، آخر يوم في الأسبوع. لا نزال نقول أنه خميس ونيس، لأنه لا يزال الخميس يعني مثل يقول رونقه، أنه يعني كان دائما آخر يوم في الأسبوع، بس بعد الجمعة يوم جميل ترى وخفيف ولطيف، فإلى الآن نقول الخميس الونيس. نطلع عليكم إحنا اليوم في هذا اليوم الجميل من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. طبعا برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:07 تقريبا إلى جريب الساعة 11، نناقش فيه كافة المواضيع الصحية اللي تهمكم، نستقبل فيه ضيوف يناقشوا مواضيع صحية، خدمات، بالإضافة طبعا يكون عندنا أخبار، دراسة حديثة مثيرة للاهتمام نناقشها معاكم على الهواء، وأكيد دائما يكون عندنا مستجدات السوشيال ميديا. طبعا برنامج صحة وسعادة دائما نقول هو برنامجكم، فلا تنسوا تتواصلون معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. أنا وش حابة أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي اللي يجهزونا دائما فقرات برنامج صحة وسعادة، تجهيز برنامج يومي على الهواء مو شيء بسيط، والتنسيق مع الضيوف وغيره، فيعطيهم ألف عافية. معاي اليوم في الإخراج وائل قواسمة، معاي في التنسيق ميرا الغفلي، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله بنكون مع بعض على مدى ساعة الهوى نروح فيها عن طريق على كل فقرات برنامجكم صحة وسعادة. طبعا في البداية دائما مثل ما متعودين يكونك خبر محلي أو عالمي. شي يقول الخبر اليوم؟ النظام الغذائي الغني بالألياف لخفض خطر الإصابة بالخرف. من المعروف أن الألياف مهمة للغاية لصحة الجهاز الهضمي، ولها أيضا فوائد للقلب والأوعية الدموية مثل خفض الكوليسترول. الآن تظهر أدلة جديدة أن الألياف مهمة أيضا لصحة الدماغ في الدراسة الجديدة التي نشرت مؤخرا في مجلة نيوتريشنال نيوروساينس. أظهر باحثون يابانيون أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف. مثل ما نعرف اليابانيين ما شاء الله أكلهم عالي جدا في الألياف، وايد في خضرة في أكلهم، يتناول الخضروات بكميات كبيرة في أكلهم، فيقولون أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف. يقول المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور كازوماسا ياماغيشي، الخرف مرض مدمر يتطلب عادة رعاية طويلة الأمد. طبعا أكيد الخرف جدا مرض متعب للشخص والناس اللي حوالينا، لأنه يكون فاقد القدرة على العناية بنفسه. كنا مهتمين ببعض الأبحاث الحديثة التي اقترحت أن الألياف الغذائية قد تلعب دورا وقائيا. لقد بحثنا في هذا باستخدام البيانات التي تم جمعها من آلاف البالغين في اليابان لدراسة كبيرة بدأت منذ الثمانينات، يعني في الثمانينات بدأوا دراسة يشوفون تأثير الألياف على الناس وتابعوهم يعني لما كبروا، ويشوفون هل فعلا الناس تناول الألياف بكميات معينة قلت عندهم خطر الإصابة بالخرف أم لا. المشاركون كملوا المسوحات التي قيمت مدخولهم الغذائي من الألياف بين عام 1985 و1999، يعني دراسة طويلة تقريبا 15 سنة، كانوا يتمتعون بصحة جيدة، أعمارهم بين 40 و64. تمت متابعتهم بعدين من 1999 حتى 2020، وراقبوا إذا ما أصيبوا بالخرف الذي تطلب الرعاية، يعني شوفوا متابعينهم من 1985 وكانت أعمارهم بين 40 و60 لين 2020، فوايد منهم بيكون وصل عمر 70 و80 و90، هو العمر اللي بالعادة يبتدي فيه مرض الخرف. قام الباحثون بتقسيم البيانات من إجمالي كان 3739 بالغ إلى 4 مجموعات وفقا لكمية الألياف في وجباتهم الغذائية. وجدوا أن المجموعات التي تناولت مستويات أعلى من الألياف كانت أقل عرضة للإصابة بالخرف. طبعا احنا دائما نتكلم عن موضوع الألياف في برنامج الصحة والسعادة، ودائما لما نستضيف أخصائي التغذية
يقول لكم عن موضوع الألياف وليش مهم يكون في ألياف في غذائنا اليومي لصحة الجهاز الهضمي. عشان ودائما أقول البنات هالكلام لصحة بشرتش وشعرتش. للأسف البنات لما تكون عندها بشرة باهتة فيها حبوب فيها تصبغات شعرها مو بصحي ما يلمع يتساقط دائما تركض وراء خلطات السوشيال ميديا وباخذ حبوب وباخذ، لكن تنسى العامل الرئيسي ألا هو جهازها الهضمي. إذا جهازك هضمي سعيد يكون عندك بشرة جميلة وشعر جميل، والجهاز الهضمي السعيد يبتدي من تناول ألياف تساعد على هضم أفضل، تخلص من السموم أفضل، بالتالي ما يكون في سموم موجودة في جسمك، بالتالي ينعكس على بشرتك تكون بشرتك أفضل. صحن سلطة كل يوم ما تحتاجين لا خلطة ولا دواء ولا كريم. راح أروح إن شاء الله الحين إلى فقرة السوشيال ميديا مع أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة. صباحك ورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور البيت. حياك الله يا أسماء. يلا شو هو جديد السوشيال ميديا لليوم؟ ياخذ بعض الأشياء اللي كانت تم نشرها في قنوات التواصل الاجتماعي، ومنها أن المنتج دبي الصحي يعود في دورة جديدة بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين والقيادات الصحية من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الصحة. المنتدى ممكن الأشخاص يسجلون فيه، الجميع ممكن أن يسجل، والتسجيل موجود على الموقع dxbhealthforum.com. راح يكون من تاريخ 2 إلى 3 مارس اللي هو الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء في قاعة راشد مركز دبي التجاري العالمي. فنحن نتمنى من الجميع اللي عنده اهتمام أو اللي يبغى يعرف مستقبل الصحة حتى يعني في الإمارات وفي العالم، نحن راح نتكلم في هذا كثير من الأشياء، وفي كثير من الشركات راح تكون موجودة وكثير من الابتكارات اللي راح تكون موجودة. فنحن نتمنى من الجميع اللي يسجل في هذا المنتدى. نذكرهم بس بالموقع أسماء DXB dxbhealthforum.com. هذا هو الموقع اللي يقدرون يصلون يحصلون يشوفون الجدول والأجندة، وأيضا يمكنهم التسجيل والحصول على معلومات أكثر عن منتدى دبي الصحي. أيضا إذا دخلوا قنوات التواصل الاجتماعي راح يحصلون النشرة مع الهاشتاج أو اللينك. ممتاز. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص كانوا يسألون حول طريقة أو إن حول الخدمات اللي يقدمها مركز دبي التبرع بالدم. هناك مركز متخصص أو خاص مركز دبي التبرع بالدم موجود في حرم مستشفى لطيفة، ويعمل مركز حتى الفترة النسائية. أيضا المركز يقوم بجولات مختلفة في إمارة دبي بشكل يومي، سواء كان زيارات شركات، وأيضا هناك الزيارات يسويها في الأماكن العامة، وهذه الأماكن نحن نتم نشر يعني نشرها بشكل دوري في قنوات التواصل الاجتماعي عشان الناس تروح تتبرع إذا كانوا موجودين في نفس الموقع. ونختمها بالرسالة الصباحية، ورسالتنا اليوم تقول: قد لا تكون الأمور كما تريدها، وقد تكون الأمور صعبة عليك، ولكن في الوقت نفسه تعزز من مرونتك النفسية أو تعمل على تهيئتك لمستقبل أفضل. هاي نصيحتنا اليوم، ونتمنى لكم وللجميع الصحة والسعادة بإذن الله. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. طبعا أوشي عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم، شكرا لك أخوي عبد الرحمن لمداخلتك معنا وتواصلك معنا بشكل يومي. الأخ أحمد النزر الفلاسي، أنا بتواصل معك إن شاء الله قبل ما أطلعك معي على الهواء، بتناقش معك في الموضوع اللي انت طرشي فيه مسج، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بطلعك معي إذا مو باليوم إن شاء الله على الأسبوع القادم. الموضوع اللي طرشين أنت جدا جميل. وأنا برد بذكر الجميع بدبي هيلث فورم، بيكون في مركز دبي التجاري مثل ما قالت اسمه تاريخ 2 و3 مارس. أنا إن شاء الله سجلت وبكون موجودة فيه، لأن أحد أجمل المؤتمرات اللي تعقد بشكل سنوي. وصراحة نترياه من سنة لسنة، وايد في يعني اختراعات وأشياء جديدة في عالم الطب، يعني مؤتمر مختلف عن المؤتمرات الطبية العادية. فمثل ما قالت التسجيل مفتوح للجميع، لأن مثل ما قلت لكم شوية مش متخصص فقط، مثلا قلت لا لازم فقط الأطباء يحضرونه أو طاقم طبي يحضره، كلكم تقدرون تحضرون وتشوفون جديد
الصحة في مؤتمر جدا جميل، فأشجعكم كلكم أنكم تسجلون في هذا المؤتمر. مرة ثانية أقول لكم بيكون تاريخ 2 و3 مارس، يعني إن شاء الله الأربعاء والخميس القادمين. نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل رح يكون عندنا اليوم فقرة التغذية، موضوع مهم، تغذية الأطفال الرياضيين، فقوة لا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، فقرة التغذية اليوم تتكلم عن تغذية الأطفال الرياضيين. ليس بالضرورة ونحن نختص الأطفال بفقرات مميزة في برنامجنا أن نتحدث فقط عن المشكلات الصحية والأمراض اللي تواجه الأطفال، فهناك جوانب أخرى من حياة أطفالنا تستحق تسليط الضوء، ومنها ما سنتحدث فيه اليوم، وهو التغذية السليمة للأطفال الرياضيين الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم وينتمون لألعاب محددة تستدعي أن يكونوا في أتم لياقة صحية وبدنية. للحديث عن هالموضوع يسرنا يكون معانا الأستاذة فاطمة سعيد الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباحك نور حبيبتي، تفضلي. أول شيء أشكركم على الموضوع الجميل جدا، وهو تغذية الأطفال الرياضيين. دائما متعودين على اليهال، يقول والله ياهل متين لازم يضعفونه، ياهل ضعيف لازم يمتنونه، عنده فقر دم، عنده ياهل ما يأكل ولا شيء غير صنف واحد ناجتس من يصبح لين يمسي. دائما موضوع التغذية شيء تكون، بس هذا موضوع نسى الرياضيين فقراء، نسى الناس الأصحاء، يعني مو كل حد عنده، يعني الطفل يكون صحته شوي تعبانة، فهذا موضوع جدا جميل. نتكلم أول شيء عن أهمية ربط أطفالنا بأنماط غذائية سليمة. شو أهمية أن يكون في هذا الربط موجود عند أطفالنا من الصغر؟ فيه ما تقول عادي خليه يأكل، هو يبالي من يكبر بيتغير، بس لازم تدي من الصغر. ليش هذا مهم؟ هو فعلا أختي، معظم الآباء يعني والأهالي تقريبا يقولون التغذية السليمة تعني أن يتناول الطفل الغذاء بانتظام، لكن هذا كل التصور يعني ما غير صحيح تقريبا، لان المفروض الطفل يخضع لنظام غذائي يتناسب مع الجهد المبذول في الرياضه، ويوازن ما بين كميه الاكل وكيف ياكل ومتى ياكله، فضلا عن توقيت حتى تناول الطعام واهميه الوجبات الخفيفه ما بين الوجبات الرئيسيه، وبعد التركيز على عناصر معينه. فدائما الطفل يمارس الرياضه بشكل نظامي يحتاج الى تخطيط في المواعيد، حتى التوفيق بين الدراسة بالمواعيد التدريب، الاهتمام النفسي والتشجيع، وبالطبع بعد تكون التغذية السليمة. فدائما نلاحظ أن الطفل اللي ما يأكل أكل بشكل منتظم أو صحي ومتوازن دائما يكون عنده صعوبة في استيعاب تدريباته أو حتى دروسه، تحصيل المدرسي تلقى الطفل ما يستوعب، التركيز عنده غير كامل، الانتباه للدروس مثلا والانتباه حتى للتدريبات اللي ممكن ياخذها خلال التدريبات الرياضية. نعم صحيح. ما هي أكثر الفيتامينات والمعادن التي ينبغي على الأطفال يتناولونها بشكل عام؟ طبعا من أهم المعادن أو العناصر الغذائية تكون الكالسيوم، لأن الكالسيوم مهم ويدخل في بناء عظام قوية ومقاومة للكسور، خاصة إذا كان الطفل من النوع اللي يمارس رياضات متعددة مثلا، وحتى يساعد الكالسيوم في يعني زيادة نشاط الأنزيمات الطبيعية في الجسم وانقباض العضلات، وهذا اللي يحتاج الرياضي الطفل الرياضي. طيب هاي وين تكون موجودة؟ تكون في منتجات الحليب مثل الزبادي والجبن، عندنا في الخضروات الورقية الخضراء مثل السلطات، أو إضافة مثلا البروكلي إلى الوجبات أو دا وجبات الطفل نفسها. في عنصر ثاني وهو وايد مهم ودائما نلاحظ الأطفال اللي يجون للعيادة عندهم نقص فيه، اللي هو فيتامين دال، وهذا وايد ضروري لصحة عظام الطفل، لأن له دور في امتصاص الكالسيوم ليأخذ الطفل من هاي من الأطعمة يعني نفسها. فإذا صار نقص حاد فيتامين دال، شو يصير؟ يضطر فيتامين دال إنه يسحب الكالسيوم من العظام، فيصير عند الطفل ترقق ومشاكل، ويعني نقص الكالسيوم ومشاكل في العظام. وهاي تكمن يعني موجودة وين مصادر فيتامين دال؟ في الغالب تكون في الحليب، في الأطعمة المدعمة، مدعم بالحليب، جبن أو البام مدعم بالحليب، وحتى تعرض الطفل للشمس بشكل يومي إلى 20 دقيقة تقريبا ممكن يأخذ الفيتامين دال عن طريق هذا المصدر. العنصر الثاني عندنا الحديد، لأن الحديد مهم لنقل الأكسجين بين جميع أجزاء جسم الطفل المختلفة. فالحديد إذا كان عند الطفل نقص بيكون عنده ضعف، بيكون عنده إرهاق وشحوب، وما بيقدر يكمل تدريباته. فهاي الأطعمة وين نلقاها؟ في اللحوم الحمراء والدياي، عندنا موجودة في الأسماك مثل التونة والسلمون،
في الفواكه المجففة، في الخضروات الورقية الخضراء، في البيض، في الحبوب الكاملة المدعمة. إحنا نقصد فيها الكورن فليكس، مرات يكون مضافة مثلا بعض العناصر من ضمنها الحديد يضيفوه له كمصدر المصادر. وما ننسى طبعا العنصر الأساسي والمهم اللي هو الماء، لأن دائما الرياضيين يفقدون هاي المشكلة، في يتأثرون أن يصير عندهم جفاف، فهذا الماء مهم جدا لأن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتعويض فقدان التعرق أثناء التمرين. ويكون دائما نركز في بعض ليش نركز على السوائل، لأنها بعد غالب الأطفال أو الرياضيين دائما يشتكون من الصداع وسرعة الشعور بالتعب بعد الرياضة أو خلال الرياضة، تقلصات في العضلات خاصة في فصل الصيف. هاي كلها سبب نقص السوائل، وإحنا دائما نقول لهم ركزوا بداية يومكم مثلا على شرب اللبن، على الماء، عصير فواكه الطبيعي بدون إضافة سكريات، مثلا يمتنعون عن مشروبات الطاقة اللي تحتوي على الكافيين، دائما ياخذون السوائل بعد ممكن تكون الشربات والفاكهه مثل العنب والبرتقال، واضافه السوائل يكون بها بعض اضافه كلورايد الصوديوم لانه يساعد على ان ياخذ اللي هو ما يفقد اللي هو السوائل كثره خلال التعرق، وبعد يغذي الجسم من خلال السكريات الطبيعيه. عندنا بعد السوائل تعتمد على حسب العمر والحجم، فممكن الطفل ياخذ مثلا قبل التمرين مثلا ما بين 200 ملي، هذا قبل التمرين، او 300 ملي قبل التمرين بساعه او ساعتين. اثناء التمرين يحتاج تقريبا من 50 ملي الى 200 ما بين 15 دقيقه ل 20 دقيقه. عند بعد التمرين بعد يحتاج لشرب كميه كافيه من السوائل عشان يعوضه عن فقدان التعرق. هذا هو بالنسبة للعناصر الأساسية اللي يقدر يحتاجها الطفل من خلال الوجبات الرئيسية اللي يقدر يأخذها خلال اليوم. ممتاز. هل في رياضات معينة يمارسون الأطفال قد تحتاج أن يأخذ عناصر غذائية أكثر، ولها بالعادة ثابت مع كل الأنشطة الرياضية؟ وطبعا على حسب مجهود الطفل، على حسب الرياضة تتحدى يعني تتحدد السعرات الحراريه اللي يحتاج. فمثلا الاطفال عندنا يقدرون ياخذون ما بين الكربوهيدرات او النشويات ما بين 45-60% من احتياجاتهم من السعرات الحراريه، وهي حددها من اخصائي التغذيه. الاهالي او اي حد ما يعرف يبنى الطفل يحدد له السعرات الحراريه بناء على المجهود اللي هو يبذله على توقيت الوجبات اللي ياخذها، تتحدد له كم كميه الكربوهيدرات اللي يقدر ياخذها خلال اليوم. بالنسبة للخضروات والفاكهة طبعا هم محتاجينها بشكل أساسي، لأنها تساعد على أن تحارب الالتهابات، خاصة إذا كان إصابات في أثناء التمرين، أو تساعد على التعافي من التمرينات الشاقة، ولأن في مضادات أكسدة قوية. عندك الدهون اللي ياخذها ما ياخذ الدهون اللي هي من الفاست فود أو الوجبات السريعة، يقدر ياخذها من زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون، من الأسماك، من التونة، من زبدة المكسرات. هاي كلها يعني ما تزيد طبعا بعد لو حتى دهون طبيعية، بس ما تزيد عن 30% من الدهون. البروتينات يحتاجها ما بين 10-30% من مكونات الوجبات، وتشمل مثلا الألبان واللحوم والبيض والبقوليات والمكسرات. في النهاية هاي كلها تعتمد على حسب مجهود الطفل وشو نوع الرياضة اللي ياخذها اللي يعني يسويها خلال اليوم. ممتاز. يعني احنا نقول الأمهات في حال كان عندك طفل رياضي مارس رياضة بشكل مستمر، فلازم تشوف أخصائي التغذية عشان يحدد عدد السعرات والمواد اللي يحتاجها حسب النشاط الرياضي للطفل. يعني ما نعتبر الطفل الرياضي نفس الطفل القاعد في البيت اللي ما يمارس رياضة بشكل مستمر انه يحتاج نفس المكونات الغذائية. صحيح. في بعد أطعمة احنا ما ننسى نقولها اللي هي تمنح الطفل طاقة وحيوية، خاصة للأطفال الرياضيين قبل التمرين، ونسميها أطعمة منشطة غير عن المنتجات اللي تنباع هذه الجاهزة. لأن بجانب الغذاء المتوازن يحتاج الطفل الرياضي قبل التمرين أو في حال عنده نوع من المسابقات مثلا بيسويها، لازم يحتاج لوجبة سريعة الهضم وفي نفس الوقت تعطيه طاقة، مثل تعطيه مثلا طاقة قبل التمرين أو بعد المباراة بساعة. يحتاج مثلا الطفل كمية من النشويات، لازم تكون هاي الكربوهيدرات هي اللي تعطيه الطاقة، وما نزيد وايد من البروتين، نعطيه كمية بسيطة من البروتين مع بجانب اللي هو الكربوهيدرات، تكون قبل التمرين أو بعد المباراة إذا كان عنده مباراة بساعة. عندنا ممكن ياخذ بعد المباراة بنص ساعة بعد وجبة خفيفة فيها نشويات، وعقبها بساعتين يقدر ياخذ اللي هو الكربوهيدرات. هاي وهاي نسميها احنا الأطعمة المحفزة للنشاط
اللي تساعد على أنه تولد الطاقة في جسم الطفل بدل ما يأخذ اللي هو مشروبات الطاقة اللي تنباع هاي الجاهزة. وبعد طبعا ما ننسى نذكر الأمهات النوم الجيد يعني زين، ومدة التمرين لازم شدة تتناسب مع الطفل، والتأهيل النفسي للطفل من جانب الأهل من جانب المدربين، يعني هاي كلها تلعب دور مهم عشان الطفل يكون ينتج أكثر. ممتاز. في سؤال أستاذة فاطمة يقول السلام عليكم، هل بروكلي والزهرة يرفعون نسبة اليوريك أسيد في الجسم، وكم مرة نقدر ناكلهم في الأسبوع؟ لا، هو اليوريك أسيد مش شرط أن يكون من الزهرة والبروكلي، إذا كان هو مركز وايد فعلا على هذا المنتج اليوريك أسيد يعني البروكلي والزهرة ممكن يرفع له أشياء ثانية كثيرة، حتى إن شاء الله يمكن يسبب لمشاكل تلبكات معوية تزيد عند الألياف زيادة وتسبب للإسهال. فدائما نحن نقول التوازن في بالذات البروكلي التوازن فيه، لكن في أطعمة ثانية ترفع اليوريك أسيد مثل البقوليات، العدس، اللحوم الحمراء، هاي تزيد اليوريك أسيد بسرعة. واليوريك أسيد عشان أذكر الناس المستمعين أن اليوريك أسيد شو معناته، عبارة عن حمض، هذا الحمض إذا زاد في جسم الإنسان إنزين في الدم بالذات شو يسوي؟ يسوي تآكل للعظام، عشان يسبب يعني آلام في المفاصل. فإذا أي منتج من المنتجات خليته فوق المعدل الطبيعي ممكن يزيد، خاصة البروكلي. بس البروكلي مو بشرط إنه يكون يرفع لك اليوريك أسيد، ممكن في عناصر ثانية، فلازم هو يستشير أخصائي التربية بالضبط المشكلة في شو، هل هو يبغي عشان يرفع اليوريك، لأنه ما في شيء اسمه يرفع اليوريك، اليوريك إذا ارتفع معناته أنا عندي نقرس. صحيح. لازم أخصص من الأطعمة هذه. ففي يعني بعض الأطعمة هي هاي اللي ذكرتها، العدس، البقوليات بشكل عام داخل كميات كبيرة، زيادة الوزن السريع هي بترفع له النقرس، استخدام اللحوم الحمراء، بالإضافة إذا أنا أخذ مثلا البروكلي بكميات كبيرة أو الزهرة ومو محسوبة كمياتها. فدائما نقول الاعتدال. أكيد دائما الاعتدال هو الأفضل، كل شيء ضمن يعني بالاعتدال ما راح إن شاء الله يضرنا، لكن أي شيء يزيد عن حده أكيد راح يضرنا. حتى دائما نقول ماء، حتى لو أخذت أكثر من الكمية الموصى بها أكيد راح يعني يضرك. أنا شاكر لك أستاذة فاطمة سعيد الخروصي اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص تغذية الأطفال الرياضيين، وكثرونا من هالمواضيع اللي تعنى بالأطفال الصحيحين، يعني ما عندنا لا متين ولا ضعيف ولا فقر دم. بما أنه ما شاء الله الحين الأمهات صاروا يتنافسون في منو ولدها عندها أنشطة بعد المدرسة، رياضة، فنون قتالية وغيرها. أفضل في هذا، خاصة على وضعنا الحالي الأطفال يحتاجون رياضات عشان بس على الأقل يبعدوا من الأجهزة الإلكترونية والسمنة الزايدة هاي. أكيد أكيد. شكرا لك أستاذة فاطمة على وجودك معنا اليوم، ونهارك سعيد. أنا أسعد حبيبتي. شكرا، مع السلامة. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة مهمة عن تطبيق براعم والعناية بالأطفال، بتكون معانا الدكتورة فاطمة العلماء استشاري ورئيس وحدة صحة الطفل في هيئة الصحة بدبي. وإذا كان في مجال بتكلمكم شوية عن موضوع أنا دائما أحب أتكلم فيه، وهو تنمية مهارات أطفالنا عشان تكون صحتهم أفضل. دائما نركز على الأطفال، نركز على أكله، على نومه، لكن ما نركز على تنمية مواهبهم مهاراتهم كطريق لتمتعهم بصحة أفضل إن شاء الله. هذا إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنت أقول قبل الفاصل إن فقرتنا الحين عن تطبيق براعم والعناية بالأطفال. بلغ عدد المستفيدين من أداة دبي لفحص التطور النمائي اللي هو اسمه براعم خلال العامين الماضيين 81,320 طفلاً، تم تحويل 789 منهم إلى المتابعة الطبية التخصصية لتفادي المضاعفات السلبية للتأخر النمائي. ويعد تطبيق براعم أحد أهم التطبيقات التي ابتكرتها هيئة الصحة بدبي للعناية بالأطفال ورعايتهم، وحنا تكلمنا وايد على الموضوع
تطبيق براعم اللي هي الأداة تستخدم للكشف عن المبكر. أهم شيء الكشف المبكر عن تأخر النمائي للأطفال، بالتالي يكون في تدخل مبكر، ودائما نقول تدخل مبكر يساعد يعطينا معطيات أفضل. طبعا يسرني الحديث عن هذا التطبيق وأهميته أن تكون معنا دكتورة فاطمة العلماء، استشاري ورئيس وحدة صحة الطفل فئة الصحة بدبي، تكون معنا عن طريق الهاتف. صباحك ورد دكتورة فاطمة. ليه ما تجهز دكتورة فاطمة؟ تذكرون قبل الفاصل كنت أقول لكم عن أهمية تنمية مهارات الأطفال كوسيلة يتمتعون بصحة أفضل. في وايد من الأمهات تفكر إنه يعني أنا كيف أنمي مهارات عيالي؟ ترى عيالنا قد تكون عندهم مهارات خفية إحنا ما نعرف عنها، خصوصا المهارات الرياضية، الرسم، المهارات الرياضية المختلفة. ممكن تكون عندهم المهارة، بس إذا أنت ما خليتي ولدك يشترك مثلا في دورة، يحضر حصص، ما تكتشفين شو الموهبة اللي عند ولدك. ترى الأبطال العالمين كيف طلعوا؟ دائما أقول هالكلام، الأبطال العالمين كيف طلعوا؟ لما الأم أو الأب عرضوهم لدورات أو حصص وشافوا أن عنده ميول في شيء معين، خصوصا الرياضات. راح ناخذ دكتورة فاطمة إن شاء الله عشان ما نطول عليها، وعقب ما نخلص الحوار معاه في وقت بنكمل موضوع الاستثمار في مهارات عيالنا. دكتورة فاطمة صباح الورد. صباح السعادة والتوفيق، حياك الله. الله يحييك، حياك الله بصحة وسعادة. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتورة فاطمة، نبتدي أول شيء عن فكرة شو هو برنامج براعم وشو أهميته وشو أهدافه؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فكرة البراعم هو الكشف عن المبكر عن تأخر النمائي عند الأطفال. تدرين إحنا زمان لما الطفل يدخل المدرسة أو روضة يكتشفون الطفل متأخر، هذا بيكون وايد متأخر. فإحنا سوينا أسئلة عبارة عن أداة دبي لفحص التطور النمائي للأطفال، فنكتشف إذا الطفل عندي أي مشكلة من عمر 9 أشهر. عشان تدرين لما الطفل يدخل الروضة ويشوف هو أقل من عقراني، ما عنده معجم لغوي في مخي، ما يقدر، كل هالأشياء يأثر على شخصية ونفسية الطفل. أداة براعم مثل ما تعرفون إن تطور الأطفال هو مثلا شو زيادة قدرات مهارات الطفل. وايد عندنا مهارات الحركية، حسية، عقلية، لغوية، اجتماعية، وايد مهم العاطفية. وهالمهارات الطفل اكتسبها سبحان الله من يوم عقب الولادة على طول. مثلا أول مرة الطفل يبتسم وايد مهم نعرف متى، أول مرة الطفل يأشر بيديه، أول مثلا لما يسوي باي باي ولا مع السلامة، هذا وايد مهم يبين إن في طفل عنده علاقة بينه وبين الأهل. لما يستوي تأخر في التطور، متى بيستوي تأخر؟ لما عندما الطفل مثلا عندنا أطفال 9 شهور مثلا، كم طفل هذا متأخر عن بقية، ما يعرف يحرك يديه ولا يسوي أشياء، هني نسميه تأخر في التطور. لما الطفل ما يوصل لهذه المعالم نفس الوقت مع الأطفال اللي في عمره. وبعدين الفحص النمائي شو هو؟ عبارة عن مجموعة من الأسئلة السريعة سهلة الإجراء وبسيطة، يعني كل حد ممكن يرد عليه، عالية الدقة والمصداقية لتقييم تطور الطفل من حيث الحركة والمهارات الاجتماعية، العاطفية، إدراكية، مهارات النطق واللغة. وهدفه الكشف مبكر عن تأخر تطور الطفل والحاجة إلى تدخل مبكر قبل دخوله للمدرسة، لأن كل ما أنت بدأت تدخل مبكر كل ما نتائج بيكون أفضل والطفل يكون سليم بإذن الله، وكل شيء يكون صحيح عند الطفل. ممتاز. دكتورة فاطمة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة الولي الأمر يجاوب عليها؟ اي نعم، أسئلة سهلة وبسيطة، موجود ممكن أي حد، متوفر في أب ستور، الجوجل بلاي، موقع هيئة الصحة، إذا هم عندهم محملين تطبيق الصحة مال DHA أو دبي الآن، متوفر باللغة العربية والإنجليزية. ممكن شو هم مطلوب من الأهل؟ يسوون لهم أكاونت، ينشأ حساب مستخدم، إما رقم الهوية أو بطاقة صحية أو حساب هيئة الصحة بدبي سريان. وبعدين هناك لما يفتحون في شيء مكتوب براعم فحص نمو الطفل. بالإنجليزي مكتوب Child Developmental Screening. يطلع لهم استبيان، هالاستبيان أول ما يملون يطلع لهم تقرير على طول، يكتب لهم إن الحمد لله طفلكم سليم، بعد 3 شهور مرة ثانية سووا، لأن كل ما يتغير عمر الطفل كل ما الأسئلة تتغير حسب عمر الطفل. ممتاز. وهالتقرير يقول لهم إن طفلكم سليم أو لو سمحتوا سيروا عند أقرب من دكاترة أطفال عندهم.
عندكم، إذا هم من متعاملي هيئة التصل مثلا عملائنا اللي دوم يزورونا، إحنا نشوف في البسكت مالنا في بسكت في السلامة في النظام الإلكتروني مال هيئة الصحة بدبي، إذا أي طفل يسوي الأم تسوي ونتيجة مو بسليمة يطلع لنا، فإحنا نتصل بهم ونعطيهم موعد قريب، وإحنا نشوف الطفل ونجلس مع الأم ونسألها مسألة ثانية. ممتاز. وإذا كان متعامل مو من متعاملي هيئة الصحة بدبي، هل يقدر يستخدم التطبيق هذا؟ هي طبعا حتى ناس خارج الإمارات يستخدمون، يقدرون يستخدمون، يطلع لهم تقرير يقول لهم روحوا، إما يقول لهم إما تطفلهم سليم أو يقول لهم بليز روحوا راجعوا دكتور الأطفال اللي عندكم. وايد سهل، كل حد ممكن، فعشان شي إحنا معطينهم اختيار، إما يحطون رقم الهوية أو بطاقة صحية أو أي شيء عندهم فيرومون يفتحون الموقع. ممتاز. بشكل عام شو الأمراض أو التأخر النمائي اللي أكثر شيء دارج اللي يعني يكشف عنه تطبيق براعم؟ شو أكثر شيء يمر عليكم من الحالات الغير طبيعية بعد استخدام تطبيق براعم؟ وأكثر شيء متأخر، تأخر في الكلام، وايد منتشر. الطفل ما يتكلم، ليش؟ لأن الأب والأم في الدوام والمسكين الطفل قدام تلفزيون 24 ساعة أو آيباد أو موبايل. التأخر في النطق وايد شائع، وبعدين تواصل، ما في طفل ما يتواصل مع الأهل. بعد إحنا نقول بسبب إن سوء استخدام الإلكترونيات، مفروض أول 3 سنوات بليز إذا الأمهات والآباء يسمعوني، أول 3 سنوات من عمر الطفل ممنوع أي سكرين، يعني ممنوع تلفزيون ولا موبايل ولا آيباد. بالعكس أعطوه ورقة قلم أي شيء، بس كلموه. أنا دوم أقول للأمهات عشان الطفل ما يتأخر في الكلام لازم أم تبدأ تكلم البيبي وهي حامل. صحيح. كل ما هي تكلمت مع البيبي طفل، ولما أم ترضع البيبي لازم طول الوقت تتكلم مع البيبي عشان يتكون عنده مهارات لغوية أفضل. صحيح. وبعدين عندنا طبعا مثلا أطفال توحد، عندنا أطفال وايد أشياء، يعني كل هالأشياء لأن إحنا ما نسوء استخدام الأهل للإلكترونيات للأسف الشديد، وما في تواصل بين الأم والطفل أو بين الأب والطفل. ممتاز. فتطبيق براعم يقدر يكشف مبكرا أيضا عن التوحد. هي طبعا هي في أسئلة خاصة يعني كل شيء، فعشان كذا أنا أقول هل أمراض توحد، فرط الحركة، تأخر في الكلام، تأخر في أي شيء، لما إحنا نبدأ ندرك إن هو عنده تأخر على طول نشتغل عليهم، ندخلهم أماكن لعلاجهم فبيتحسنون. وايد في أطفال كان عندهم وايد مشاكل تحسنوا، في أطفال كان إحنا نقول لهم كأن تعوحد فيهم، أول ما أم وقفت الكمبيوتر ويالت تهتم في طفلها وتتكلم وياهم صاروا زينين الحمد لله. فالطفل يدخل مدرسة، إحنا نبغى الطفل يدخل مدرسة حضانة ما يحس إنه هو أقل من أقرانه، لأن طول عمره بيأثر على الطفل لما يكبر نفسيته، يعني ما يثق في نفسه. أكيد. دكتورة فاطمة، لما الأهل يجونكم أو يتم تحويلهم أو أنتم تتواصلون معاهم، مثل ما قلت يوصلكم مثل رسالة للطبيب طبيب الأطفال إن في طفل عنده تأخر نمائي أو تأخر في الكلام أو أيا كان، بعد ما يكون عبوا الأسئلة مال تطبيق براعم، هي أول زيارة أتوقع تكون أصعب زيارة، لأن ما في، لأن الأم بالنسبة لها أتوقع الطفل بالنسبة لها يكون طبيعي، يعني دائما الأم تشوف ولدها ما في شيء، مو بناقص، ولدي كل شيء فيه زين. فبعد ما تعبها الاستبيان ويطلع فيه تأخر نمائي من أي نوع من الأنواع، أول زيارة تكون أصعب زيارة، لأن حين الطبيب لازم يشرح التشخيص للأهل. فكيف توصل المعلومة للأهل بطريقة أن يعني مثلا يعني نطمن الأم أنه زين اكتشفنا مثلا من وقت وأنه راح يكون في تدخل، فكيف يتم التواصل مع الأهل في أول زيارة؟ إحنا نتصل فيهم مثلا، عندنا ممرضتي بالأرقام وتتصل وتعطيهم موعد لنا. إحنا نجلس مع الأم ونسأل الأم ونراقب الطفل في الغرفة وهي جالسة مع الطفل، لأن دائما لما حتى الأم لما أم ساعات تدين أمهات والآباء ما يحبون يكتبون شيء غلط عن عيالهم مثلا، يجاوبون جوا غير، فلما إحنا نلاحظ الولد وهو جالس في الغرفة معنا مع الأم نراقب كل الأشياء، وبعدين نشرح للأم طريقة زينة. دائما نكون الحمد لله يعني نعطيهم أمل، الحمد لله الدولة ما مقصرة، كل ما حتى في الهيئة الصحة ما شاء الله عندنا مركز تدخل مبكر. صحيح. متوفر علاج للنطق، علاج الوظيفي، علاج السلوك، يعني أشياء زينة نقدر نساعدهم. ما نقول لها إنه مثلا ولدك فيه توحد وخلاص، لا، نشرح لهم شو المراحل، كيف الولد يتحسن، شو الأشياء اللي تسوي، نعطيهم معظم أكثر أوقات أرقامنا عشان يتواصلون ويانا إذا في أي مشكلة،
لأن إحنا بالنسبة لنا الطفل وايد مهم. يعني تعرفين الأطفال هم حصاد المستقبل وجيل الواعد، يعني هم اللي يبني الوطن على أكتافه، فلازم إحنا نقدر نبني شخصية الطفل وهو صغير عشان يكون عندنا بإذن الله مجتمع صحي وسليم في المستقبل. أكيد أكيد دكتورة فاطمة. ومركز التدخل المبكر بما ذكرتي مركز التدخل المبكر، وين موجود وكيف ممكن الأم تحصل تحويل عليه؟ في عيادة المذهب عندنا، وكل الخدمات موجودة ولله الحمد. مثلا هم يعطونهم موعد للطفل في عيادة الأطفال، فإحنا بنشوف الطفل نقيمه مرة ثانية وبنحولهم هناك، والحمد لله يعني عندهم المعالجين نطق اللغة العربية والإنجليزية وبسهولة يحصلون الحمد لله مواعيد. ممتاز ممتاز. في كلمة أخيرة حابة توجهينها دكتورة فاطمة للأمهات اللي يسمعونك اليوم بخصوص تطبيق براعم أو بخصوص العناية بأطفال بشكل عام؟ أنا أتمنى من كل أم أن تعطي اهتمام لولدها. يعني أي طفل أم تجيب بيبي بتكون مسؤولة عن هذا الطفل، حتى لو أم تشتغل بليز وقت ما تكون في البيت لازم كل اهتمامها جل اهتمامها يكون الطفل، لأن كل ما هي اهتمت في الطفل هو صغير كل ما هي تجني ثمارها الكعب يوم الطفل يكبر. يعني أطفال الأم لما تهتم في طفلها وهو صغير لما يكبر يدخل مدرسة كلامها ما تتعب مثل الأم اللي أهملت الولد وما سألت عني لين ما بعدين اكتشفنا أن عنده مشكلة. فأتمنى من كل أم تهتم في أطفالها لما يجون، مثلا إحنا قبل ما يجون العيادة بعد 6 شهور الهيئة تطرش لهم مسجات إن بليز يروحوا موقع هيئة الصحة بدبي وحلوا الاستبيان. أتمنى إن في ناس الحمد لله كم نسبة معينة من الأمهات يسوون لما يوصلون عندنا نفتح ملف الطفل نشوف الأم مسوية. أتمنى كلهم يسوون، وإذا عندهم أي مشكلة أي مثلا صعوبة وإحنا الحمد لله موجودين والدولة ما شاء الله الحمد لله الحكومة ما مقصرة متوفرة كل مكان، ممكن بسهولة يوصلون لنا وإحنا بنساعدهم ونعلمهم. أهم شيء أن الطفل يكون سليم والأهل يكونوا مرتاحين. أكيد أكيد. أنا شاكرة لك دكتورة فاطمة العلماء، استشاري ورئيس وحدة صحة الطفل في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص تطبيق براعم والعناية بالأطفال. شكرا لك، نهار سعيد. وأنا أشكركم، جزاكم الله خير، يعطيكم العافية. الله يعافيك. طبعا مثل ما قالت دكتورة فاطمة أن أحد أكثر الحالات اللي تصل إليهم كأطباء أطفال في قطاع الرعاية الصحية الأولية تأخر الكلام، وتوقع تأخر الكلام هذه شكوى متكررة من الأمهات. يعني على قولت أمي إحنا كنا صغار ما كان في أم تشتكي إن الولد ما يتكلم، ولكن الآن أنت كطبيب أسرة تكونين قاعدة في عيادة تمر عليك أكثر عن أم تشتكي إن ولدها ما يتكلم، يكون وصل 2 سنين 6 ونص 3 بعدها ما يتكلم. أحد أهم الأسباب مثل ما قال دكتورة فاطمة، وهذا دائما نقول الأمهات، قضاء الطفل ساعات طويلة أمام الأجهزة اللوحية. وأعتقد الأمهات حين صار عندهم وعي أن الجهاز اللوحي ما يعلم الطفل الكلام، الجهاز اللوحي يجعل الطفل متلقي فقط يأخذ الكلام لكن الطفل ما يردد الكلام. ممكن تقعدينه شوي أمام جهاز لوحي لكن أنت معه وتخلينه يردد بحيث أنه يستفيد من جلوسه أمام الجهاز اللوحي. أما الوقت المفتوح للجهاز اللوحية عشان يسكت عشان ما يأذي، هذا أكبر خطأ ممكن تسوينه. مثل ما قالت دكتورة فاطمة، أول 3 سنين من عمر الطفل جدا جدا مهمة لتنمية مهارات الأطفال، يتعلم الكلام يتعلم السلوك يتعلم كل شيء في أول 3 سنوات من عمر الطفل. بعد هذا يكون جدا صعب عليه، خصوصا يتخيل طفل عمره 3 سنوات مفروض يكون يقدر يكون كلمات جمل بسيطة، يكون ما يتكلم تبتدي معاه من الصفر يكون جدا صعب، بيستوي لتأخير احتمال في المدرسة، يصعب عليه أنه يعني يكون في نفس المستوى مع أقرانه. فعشان شيء لازم نشخص مبكرا، لازم نحن نتدخل كأهل نتدخل مبكرا مع أطفالنا. وما في مثل الكلام مع الطفل، لا تقول الطفل ما يفهم، يجب أن نتكلم مع تكلمي مع الطفل وايد، كل ما تكلمتي معه أكثر كل ما نميتي هو القاموس اللي في مخ الطفل اللي ياخذ منه الكلمات. ترى يعني كيف يتكلمون كيف يتعلمون الكلام، كل ما تكلمنا احنا ياخذ الكلمات ويخزنها في عقله، لما يبتدي يتكلم تدريجيا يستخدم المخزون اللي هو عنده مع حركة شفايف الأم. لما تتكلمين وتحركين شفايفك يتعلم كيفية نطق الحروف والكلمات. فهذا رسالة لكل الأمهات أن دائما دائما نحن مسؤولين عن أطفالنا، يجب أن نتدخل مبكرا كأهل في تنمية مهارات أطفالنا. مثل ما قلت تنمية المهارات تنمية المواهب، دائما تشجع الأمهات أن عشان يكون عندك طفل
سليم نفسيا جسديا صحيا جميع النواحي اجتماعيا. وايد من امهات الشكن عيالها انعزاليين، ولدي انعزالي ما يتكلم ما يشارك ما يجاوب، لان احنا ما نمينا فيهم مهارات تساعد ان يكون طفلي اجتماعي اكثر، تكون مثل ما سمح بالعاميه مرحباني اكثر، يسولف يعني يسولف مع الاطفال الثانيين ويتكلم واجتماعي وغيره. خلونا اللي ما يسلم كل اللي هالزمن ما يسلمون، يمدي السلام عليكم يعطيك ظهره ويمشي، ما اعرف اللي هالزمن ما حد يسلم، ما عليه ما يسلم ما عليه يمكن يستحي، لكن يعني يندمج مع غيره مع الاطفال. يعني ما توصلك مكالمه المدرسه تقول لك والله ترى ولدك انعزالي، يعني حتى في البريك ما يكلم حد، قاعد يروح على برد. عفوا يا وال. فيجب أن ننمي مهارات أطفالنا، وأنا عن تجربة شخصية أفضل طريقة لتنمية مهارات عيالك الرياضة. تخلي طفلك أفضل جسديا أفضل نفسيا أفضل اجتماعيا أفضل دراسيا. نموا مهارات عيالكم بالرياضة، هناك كمية كبيرة ما شاء الله من الرياضات اللي ممكن عيالنا يدخلون، ما شاء الله في الإمارات النوادي كل مكان، اي رياضه كانت جربي دخلي كره قدم كره سله فنون قتاليه كاراتيه تايكوندو جوجوتسو اي رياضه سباحه اي رياضه انت دخلي، يعني دخلي حصه هني حصه هني شوفي شو اللي يميل للطفل اكثر، بتلاقينه يميل للرياضه اكثر من رياضه اخرى. نمي موهبته في هذه الرياضه، الرياضه تجعل الطفل اجتماعي اكثر وتخلي صحته النفسيه افضل، لان الرياضه فيها احساس الانجاز، احساس انه انجز شيء. تعرفون مثلا لما يخلص مستوى معين من الرياضه المدرب ماله يمدحه لانه سوى مارس الرياضه اليوم بشكل جيد، يجي له احساس الانجاز. احساس الانجاز هذا ينعكس ايجابيا على نفسيه عيالنا وعلى شخصيتهم، تخليهم واثقين من نفسهم افضل اكثر، بالتالي يكون ولدك متحدث افضل، يكون طفلك مبادر، يكون طفلك اجتماعي اكثر. شوفوا كيف الرياضه تاثر على عيالنا من غير ما احنا نحس. هاي نصيحه لكل الامهات، شاركوا عيالكم في الرياضات لو مرتين في الأسبوع، المدارس موجودة والدوام طويل، لكن يجب أن تعطيني ولدك ولو مرة أو مرتين في الأسبوع نتعب فيها شوية بدل ما نقعد على التليفونات في البيت، نوديهم حصة الرياضة عشان نستثمر في عيالنا المستقبل. وما خلص الوقت دقيقة بس بقول حق الأمهات، نستثمر في عيالنا. وما تعرفين قد يستوي طفلك، أنا دائما أقول هالكلام، قد طفلك يستوي لاعب بطل عالمي في المستقبل. ترى بطل عالمي من وين يوم الاستثمار في الطفولة في طفولتهم. شاركوا عيالكم في الرياضات المختلفة، خليهم يتعلمون سباحة وركوب خيل وتايكواندو جوجوتسو كاراتي أي رياضة، راح تلاقين طفلك تتغير شخصيته إلى الأفضل خلال 3-6 أشهر. ما راح نطول على نهاية البرنامج، شكرا لكم مستمعينا لتواصلكم معنا اليوم. أنا محدثتكم دكتورة ندى، شكرا لك وائل قواسمة، شكرا لجميلة الغفلي، وإن شاء الله كنا خفاف عليكم، وألقاكم أنا إن شاء الله الأثنين القادم. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.